شلون سويته؟ شلون سويته هيك؟ مش عارف ما قدرت طلع في الشارع علينا رمي علينا؟ قاعد اشوف الرمي مين؟ قاعد اشوفه عليك هاي اوبو يا قاعد يرمي هذا بي ام بي قبالي برادلي مع شنو يجي يضربني يضربني ويوقعني ايش قاعد اشوفه سامحك هيلو نزلت لنا قريبة اوبا دمجني بعد وين انتو؟ احنا حدا ماكينة وكله قبل ابراهيم اتش سي في ما شنو هيك اسمها مثل معسكر اي هذا بالنص هذا شايفه دوم شيء حاجه مثل معسكر او سيطره اعطيني طيب احداثيه كذا باب شيء كذا عن انتحاري عندك باع الجسر اقصى جسر علي من اللي يروح القاعده عندنا اه سجلت انا هنا اكو مدرع واقفه فمشته تريد اعطيك احداثيه؟ انت جيت انا تريد ادليك دبابة مكان يعني بالضبط خليت الامونة لو رجعة يب بس في لوجه شو هاي اللوجه اللي اجرها؟ كان يو باك ماي برو؟ شو هاي؟ جلتش خلنا حدث شوي لا يو اي كان نوت كليم ات ناو ثانك يو تضم تضر اتحرك يلا صار اثنين روح تمام تخبى اوكي يلا بالتوفيق حبيبي اللهم صل على محمد وعلى محمد تبقى نجاح ان شاء الله روح الله وياك اللهم الله هنا شخص اشتغل فدى نفسه للحرية وذهب السلام توفيق جوار توفيق مش هيتعي توفيق لك وين انتصر وين انتصر احا ما فجر؟ لا 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 دقيقة نروح خلنا نطلع بس عجبني التعريف شايف دبابة خليك جاهز يا الله يا الله روح قاعد اشوفه روح روح سامي يا رب يا سام روح حفجر عطى بالمحرك حرقني حفجر حرقني اوبا اسمع صوتك حلوة سامة تعال يوتيوب اعطيك بالمية سنت واحد حلوة سامة